جلالة الملك الذي وفر لهم سبل الحياة الكريمة، وكان ولا يزال وسيبقى حفظه الله أشد حرصا على حفظ أمانة الوحدة وتعزيز مكانة المغرب وهويته، مدافعا عن القيم والمثل الوطنية والعربية والإسلامية، قيم التسامح والاعتدال، قيم الحوار والتعايش دون تفريط ولا مساومة، قيم الإيثار والتراحم في كل المناسبات الدينية. يذكرنا أمير المؤمنين ويذكر الأمة الإسلامية بما يرمز إليه عيد الأضحى. وبعد أن أدى أمير المؤمنين صلاة العيد وتقبل تهاني رؤساء البعثات الدبلوماسية الإسلامية، نحر جلالته الأضحية إحياء لسنة أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم، واقتداء بسنة جده المصطفى صلى الله عليه وسلم، وسيرا على نهج الملوك الأشراف. فعيد مبارك سعيد، جعله الله مكللا بالخير والسؤدد والتوفيق والنصر والتمكين لأمير المؤمنين، وعلى الشعب المغربي بمزيد من الخير والبركات، وعلى الأمة الإسلامية بالقوة والمنعة وبوحدة الصف والتحلي بروح الحكمة والتبصر التي يدعو لها ديننا الحنيف ويحث عليها أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، لتعزيز الإخاء والتعاون والتضامن بين المسلمين في مختلف جهات المعمور. وبكل المحبة تقف ساكنة الرباط تحيي جلالة الملك محمد السادس حفظه الله في عيد الأضحى المبارك، وكما في كل المناسبات الدينية والوطنية. وبكل التهنئة تبارك حشود العدوتين العيد السعيد، وتبارك كل خطوات جلالة الملك ومبادرات جلالة الملك وأوراش الإصلاح الكبرى التي يقودها جلالة الملك ويقود بها هذا الوطن، بوضع اللبنات تلو اللبنات في بناء المغرب الحديث، مغرب صيانة كرامة المواطن. ويعود جلالة الملك محمد السادس حفظه الله في حفظ الله ورعايته إلى القصر الملكي، حيث سيتقبل التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نودعكم وإلى لقاء قادم. الأولى تتمنى لكم عيدا مباركا سعيدا، وكل عام وأنتم بخير.